الدكتور منقذ شتيه، استاذ مشارك في قسم الانتاج النباتي ووقايه النبات، كليه الزراعه والطب البيطري، جامعه النجاح. اليوم حاب احكي شوي عن قسم الانتاج النباتي ووقايه النبات من حيث التدريس واساليب التدريس والفرص المتاحه للطلاب. التدريس في قسم الانتاج النباتي بيركز بشكل اساسي على الجوانب العمليه واكساب الطالب مهارات عمليه تؤهله للعمل وللالتحاق بمختلف الاعمال ذات العلاقه بالانتاج النباتي، سواء في الوزارات الحكوميه ذات العلاقه، بدءا من وزاره الزراعه، الاقتصاد الوطني، سلطه جوده البيئه، التربيه والتعليم، اضافه الى العمل في القطاع الخاص والمشاريع الخاصه. طبعا المساقات التي تدرس في القسم ابتداء من منتصف السنه الثانيه وحتى نهايه التدريس، هذه المساقات لها جوانب تطبيقيه عمليه، يقوم الطالب بتطبيق المهارات والخبرات العلميه اللي اكتسبها في الجانب النظري، يقوم بتطبيقها في مزرعه الكليه او في زيارات ميدانيه للمزارع القريبه من الكليه او حتى في المحافظات المختلفة، إضافة إلى وجود مساق التدريب العملي حيث يقضي الطالب في السنة الرابعة وغالبا في الفصل الأخير له قبل التخرج فصل دراسي كامل تدريب عملي متفرغ للعمل سواء في المزرعة أو في الشركات في الخارج. مؤخرا ومن خلال مشروع تطوير المناهج التعليمية الممول من وزارة التعليم العالي، تم العمل على المساقات، على بعض من المساقات في البرنامج، بحيث تم تطويرها بالمفهوم المختلط للتعليم المبني على الشراكة مع الشركات والقطاع الخاص، بحيث يقوم الطالب بالتدريب والعمل خلال الفصل وخلال دراسته لهذا المساق في إحدى الشركات الشريكة. عندنا مجموعة من الشركات المعروفة في القطاع الزراعي في الضفة الغربية، وقعنا معها اتفاقيات للمساعدة في عملية التعليم المبني على المشاكل أو حل المشكلات أو التعليم المبني على المشاريع، بحيث الطالب يقوم بزيارات متكررة لهذه الشركات للتعرف على الشركة، واقعها، مجالات عملها، ومحاولة البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه هذه الشركات في العملية الإنتاجية. طبعا خريج القسم زي ما حكينا سابقا له مجالات عمل متعددة، على رأسها وزارة الزراعة والقطاع الخاص. كمان ما يميز هذا البرنامج بأنه نسبة كبيرة جدا من الطلبة الذين تخرجوا من هذا البرنامج التحقوا ببرامج الدراسات العليا سواء في داخل الوطن أو في خارج الوطن، وكان لي شرف اني اكون احد هؤلاء الطلاب اللي انهى البكالوريوس. يعني انا التحقت في كليه الزراعه في جامعه النجاح في عام 91 ولا زلت في كليه الزراعه طالبا ثم مساعد بحث وتدريس فمدرسا بعد ان انهيت الماجستير والدكتوراه في اسبانيا، والعديد من الزملاء ايضا في اقسام الكليه المختلفه ايضا هم طلبه سابقين في الكليه، عدا عن وجود ايضا عدد من اعضاء الهيئه التدريسيه في جامعات فلسطينية وفي كليات زراعة، هم في الأصل خريجين من كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة النجاح.